كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. Par exemple, alors de citer RA10GA25E, لاحظوا معي هذه التركيبة ماذا تعني لنا؟ R تعني روند شكل، A تعني كاليتي A جودة درجة A، 10 تعني ديامتر 10 مليمتر يعني أن هذه القطعة 10 مليمتر، V تعني كولور فيرت لون أخضر، أمبرجين موين كلير، VA فيرت أمبرجين موين كلير، E تعني اسبيس اكسبسيون اللؤلؤ الصناعي. اللؤلؤ الصناعي يشبه اللؤلؤ الطبيعي الى حد كبير، وتصعب احيانا التفريق بينهما بالرؤيه وحدها، كما توجد انواع منه تزرع في محار اللؤلؤ واحيانا يسمى اللؤلؤ التقليدي. إذا اللؤلؤ سيرو يبين الشكل مقطعا من لؤلؤة صناعية أعلى ولؤلؤة طبيعية أسفل، التفريق بينهما تجري باستخدام الأشعة السينية. سيرو بيرل وتتكون النواة من محار اللؤلؤ، يطحن عرق اللؤلؤ سحقا جيدا ثم يعمل في عملية مضمية آليا لتنتج منه كرات صغيرة، تزرع الكرة بعد ذلك في محار اللؤلؤ ويطرد أسطرة فتتكون على سطح النواة طبقة من عرق اللؤلؤ. وقد تقدمت تقنيات صنعه تقدما كبيرا لتقليد اللؤلؤ الطبيعي وله معان جميل. لؤلؤ جاجات أو جاجات بيرو تصنع في هيئة كرات من الفحم الحجري المتحجر ويشبه إلى حد بعيد المرجان الأسود ويصعب التفريق بينهما. لؤلؤ مالوركا أو مالوركا بيرو ويصنع من كرات زجاجية أو كرات من عرق اللؤلؤ وتصب عليها مادة الجوانين العضوية متبلورة. لؤلؤ كيشي أو كيشي بيرلز وهو يستزرع في الصين في بعض أنواع المحار، حبيباته صغيرة تبلغ مقاييسه مليمترات، يستزرع في المياه العذبة وفي البحار على حد سواء على حسب علمي، ويمكن إعادة الحار بعد جني اللؤلؤة وإعادة استنذار لؤلؤ كيشي الذي ينشأ في الكيس الموجود في المحار. لؤلؤ تاهيتي، تاهيتي بيرلز، ويسمى أحيانا لؤلؤ تاهيتي الأسود وقيمته عالية بسبب ندرة وجوده، و تم صناعته أن يحافظ على إنتاجه بقلة وعلى إنتاجه بكثرة، وتوضع نواة واحدة في محار لؤلؤ مستزرع في البحر. أما الاستزراع في محار مياه العذبة فيمكن أن توضع عدة أنوية فيها. وقبل أيام استزراع لؤلؤ تايتي كان اللؤلؤ الأسود غالي الثمن، لأن محار اللؤلؤ الأبيض نادرا ما ينتج لؤلؤ أسود، وعلاوة على ذلك فنادرا أن ينتج محار لؤلؤ أسود لؤلؤا طبيعيا. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.